صفات الفقيه. قال الإمام الرضا عليه السلام: يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت، همتك ذات نفسك، وكفيت الناس مؤونتك، فادخل الجنة. ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيرا وأنقذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعم جنان الله وحصل لهم رضوان الله تعالى. ويقال للفقيه: يا أيها الكافل لأيتام آل محمد، الهادي لضعفاء محبيه ومواليه، قف حتى تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منك. فيقف فيدخل الجنة ومعه فئاما وفئاما، حتى قال عشرا: وهم الذين أخذوا عنه علومه، وأخذوا عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة. فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين.